مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا عواش مبروكة. وحنا اليوم كنتواجدوا عند فضيلة الشيخ مصطفى الغربي، والموضوع ديالنا عاشوراء. كنعرفوا ان هذه المناسبة حنا توارثناها عن الاجداد ديالنا، كتكون واحد الاحتفالات اللي كيتميز بها المغرب، يعني واحد الطقوس وعادات اللي خصنا نعرفوا. اليوم غنعرفوا موقف الاسلام منها، لان انا على حساب ما قريت هكا فيها ما هو مستحب ما هو مباح وفيها ما هو مكروه، ويدخلوا في البدع. هذا الشيء اكيد غنتعرفوا عليه من خلال الشيخ مصطفى الغربي. يعني مجموعه ديال الممارسات كنديروهم في هذا عاشوراء، بغينا تعرفوا على موقف الدين منهم. كذلك بغينا نطرقوا لواحد المساله اللي هي للاسف كتكون في هذه الوقيته ديال العواشر، وهو بعض الناس كيمشيو للاشياء ديال الشعوذه والسحر. كاين اللي كيقول لك على ود الزواج، على ود جلب الرزق، الخيوبه، حنا كنهضروا بالدارجه، كاين اللي طريق. فهاد المناسبه كيستغلوها للاسف البعض، فاش كيديروا السحر بالتالي كيديروا ديك الشعاله، كيرميو فيها دوك الاعمال ديالهم. فهادشي كلشي بغينا نصائح من عند الشيخ بهذا الخصوص. كذلك بغينا نتعرفوا على عاشوراء، لان الاصل ديال عاشوراء وشنو خصنا بالضبط نديروا في عاشوراء. الشيخ اهلا بك، راك انت على المباشر. شكرا بدايه للاستضافه. الشيخ بنا اصل عاشوراء، وشنو اللي خصنا نديرو في عاشوراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدم كل الشكر لموقع قناة شوف تي في لقيامها بمثل هذه التحركات الرامية إلى توعية الناس وتحسيسهم بالمخاطر التي تعود عليهم بالمضرة إنهم لم يستيقظوا. نعم. عاشوراء، هذا اليوم هو يوم عاشوراء، جاء أصله من ما وقع بين موسى وفرعون، موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون. موسى عليه الصلاة والسلام، غيب شوية عليك شيخ، رسول الله تعالى هو لا بالعكس، لا بغينا نتكلموا بالعامية باش معلومة توصل لكل شيء. أي نعم، موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى هو والأخ ديالو هارون، وهما نبيان ورسولان، صيفتهم الله لفرعون باش يعني يذكروه باللي راه كاين، لأن فرعون كان كيدعي الربوبية وكذا، باللي راه كاين لهذا الكون إله من غير فرعون. فرعون راه ليس يعني خالقا وإنما هو مخلوقا. فلما جاء وتحاجوا وهضروا كذا وتزايدوا في الكلام كما نقولوا، فاتفقوا على واحد النهار يتلاقاو فيه باش كل واحد فيهم يدلي بالحجه. موسى يدلي بالحجه على ان كاين رب لهذا الكون ماشي هو فرعون، وفرعون يدلي بما عنده بما يزعم من 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 امتلاكه لحجاج تثبت وتؤيد كلامه بانه هو الرب. واليوم اللي اتفقوا فيه قال تعالى: قال موعدكم يوم الزينه. ويوم الزينه هو اش؟ هو يوم عاشوراء، هو هذا النهار، ومن هنا جاءت هذا عاشوراء. فكان اليهود يصوموا هذا عاشوراء. هذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، وجد القى اليهود تيصوموا، وقال لهم علاش هذا الصيام؟ سول الانصار سكان المدينه، قالوا له ودي لان هذا اليوم نجى الله بني اسرائيل من فرعون، من بطش فرعون، فهم كيصوموا شكرا لله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: نحن احق بموسى منهم. وصامه وامر بصيامه، وقال عليه الصلاه والسلام: لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر. نعم، يعني هذا الشيء اللي كنعرفوا حنا، يعني من خلال
الدين ان عاشوراء هو يوم للصيام، اما كيكون نهار قبل منه او نهار بعد منه. حنا يعني اللي سولتنا على الاجداد هو كنديروا بعض الطقوس والعادات، حنا كمغاربه كيكون ديك الفاكهه نديروها في الطباق ونوزعوها، كيكون الضريب بالتعارج، كتكون شعاله، كيكون كذلك يوم الغد زمزم وزياره المقابر. فبغينا نشوفوا هذه المسائل واش هي من المستحب او من الافضل الانسان يتجنبها. نعم، هي انا غنتكلم باقتدار لان الوقت لا يسمح. نعم تفضل. اولا احنا هذيك نجي مع على كلامك وحده وحده. اولا قضيت ديك الفاكهه وديك التمر والشريحه والقديده، لا خلي القديده ما عندها علاقه بالفاكهه ياك، لا بوحدها هذيك الفاكهه كنفرقوها كنجمعوا. احنا باقيين عاقلين، والدينا كانوا كيديروا واحد الجبانيه وكيشدوا داك اللوز والقرقاع والحمص وكاوكا والتمر والشريحه داكشي اللي شراوه. ودابا ولاو الكعيكعات، بكري حنا ما كانش هادشي الكعيكعات وهادشي ديال ما يسمى بالقراشي، فكيشدوا يخلطوه في واحد الطبق هكذا ويبداو. الا كانوا الفقراء ما عندهمش الشارين غير شويه والدراري كثار كيديروا حفينه، الا كانوا الخير موجود وكذا كيديروا جبانيه وكيفرقوها. هاد الى بقى العمل في هذا الشكل هذا من باب المباحات، من باب ما في حتى مشكل ان شاء الله. كذلك قضيه التعارج، الى جمعوا الدريات الصغار في دارهم ولا بنات العائله في صغارات في دارهم وكيضربوا التعارجات ونشريهم ليهم وكذا ويبقى في حدود عدم الاختلاط بالدراري وكذا، نعم لا باس. كذلك دوك الالعاب الصغيره دوك الزوايات وداك الشيء الطوموبيلات والكاميون هاد اللي كيشريو هذاك الشيء للدراري، يعني ان شاء الله هذا العمل لا باس. لكن بحال القديده هذه فيها نوع من الحرمه، والله نطلب الله العافيه، يخشى على اصحابها من ان يقعوا في الشرك. علاش؟ لان كيقول لك القديده نجمعوها باش المراه العاقره باش تولد. واش الله كيعطي الاولاد تيديروا هذه القديده؟ هذه امور ما يقدر عليها الا الله، ما خصناش نسبوها للقديده ولا لشي سبب بحال، خصنا نتوجهوا الله بالدعاء، ندعيو الله مع ديك السيده نقولوا يا ربي ارزقها. ثم راه الا علم الله الخير في هذيك الذريه والتريكه راه يعطيها ليها، راه باش عرفت هي عندها الخير في هذاك الشيء. اما قضيه الشعاله هذه عندها علاقه بالشعوذه، لان في هذه الايام هو السحر كاين في كل الايام، ولكن هذه الايام كيعشر كتعشر في الشعوذه. نعم كتطلع مزيان، يطلع ليها البورصه ديالها كتطلع. علاش؟ لان بزاف كيتعاطاوها خصوصا النساء هما اللي كيتعاطاوها. علاش؟ وكاينه اللي تقول لك انا باغا ندير المحبه بيني وبين راجلي او بين راجلي وبنتي، وكاين اللي كتقول لك انا باغا ندير التفاريق، والله يما لا خليتها عنده، سواء المراه الاولى ديرها للثانيه ولا الثانيه ديرها الاولى او المراه ديرها اللي كتعتقد انها على 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 علاقه غير شرعيه مع راجلها، او كنقولوا الخيوبه. كيف ما كان هذه الاعمال الشرع يحرمها، بل ان اصحابها يعني لما انتهوش لقد يقعون في الشرك، لان المحبه تاليف القلوب، وقد في المحبه لا يملكها الا الله وحده سبحانه وتعالى. وعلاش ارتبطت اعمال الشعوذه بالضبط في هذه المناسبه ديال عاشوراء؟ ارتبطت لان كيقول لك يوم مقدس. شوف يا الاخت سعاد، خصك تعرفي باللي اعداء الاسلام كل مناسبه كل فرصه او كل مناسبه كيحاولوا يدسوا فيها دسائس ليست من الدين في شيء، والدين بريء منها. كيدسوا في هذه الاعمال، في هذه الايام المباركه كيدسوا. القران حاولوا يحرفوه، السنه حاولوا يجيبوا احاديث مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام. الجمعه حج المساكين مثلا، منين جات الحديث الجمعه حج المساكين؟ مثلا يعني بحال هذه الاعمال هذه كتجي من اعداء الله كيدسوا. بحال هذا الشيء ديال زمزم اللي كيديروا الناس نهار عاشوراء، كانوا احنا بكري كنعقلوا كانوا يديروا الماء، كتبدا غادي تيتلاقى كل جيرانك ولا بنت جيرانك وتيخوي عليك الماء وتشهق انت وتضحك معاه ولا تقول ليه. دابا ولاو كيديروا، كاين اللي كيدير البيض، كاين اللي كيدير الخرقوم، كاين اللي كيدير جافيل، كاين اللي كيدير والعياذ بالله الماء القاطع. هذه مسائل تؤدي العباد، هذه مسائل فيها ضرر للعباد، والله عز وجل غيور على عباده المؤمنين. قال تعالى في الحديث القدسي والذي رواه النبي عليه الصلاه والسلام عن رب العزه وهو موجود في صحيح الامام البخاري، قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. يعني اللي عادى لي شي ولي ديالي مؤمن عبد مؤمن بيا راه بحال بغى يعلن معايا الحرب، بحال بغى ينشعلوا نار الحرب. وشكون اللي قاعد يتحارب مع الله عز وجل؟ لا احد. ولذلك
بحال هاد الاعمال حنا خصنا نرجعوا فيها للسنه ونرجعوا فيها لديننا. ملي نبغي ندير شي حاجه نقول اش قال الدين في هذه، اش قال الشرع، نسول العلماء. كاين العلماء اليوم، كاين قنوات، كاين ما يطلق هنا عليه الان بالشيخ جوجل، اللي ما عرفش كاع يدير الشيخ جوجل ويدير ما حكمه في هذه وكذا وكذا ويعطيك. والحمد لله كاين عندنا علماء، كاين عندنا مفتين، كاين عندنا المجالس العلمية دايرة مفتين، قناة محمد السادس، القرآن الكريم، الإذاعة. يعني زمزم كنتكلم على الماء، الأعمال الأخرى الله يهدي الجميع. لا زمزم أنا كنهضر على الماء، واش من الأشياء المستحبة في عاشوراء وعلاش ولا من ولا الأشياء الممقوتة. ممقوتة نعم. نعم علاش؟ لأن دابا زمزم هذه من نعم ما كاين لا زمزم لا والو، هذه من الأشياء اللي داخلة على الإسلام وجابوها على الإسلام. كيقول لك نهار عاشوراء كل البيار ديال الدنيا والأنهار كتعمر بزمزم، كيضيع فيها زمزم، فكيرشوه ياه داكشي كيبدا يتطور شويه شويه حتى كيوصل، يعني كيزيدوا كل مره تزاد شويه تزاد شويه. كان بكري غير كيديروا عاد مثلا بشي حاجه خفيفه وكذا، دابا ولات مطوره ولا فيها مواد سامه ولا فيها مواد مضره، وهذا كله جات من اعداء الاسلام اللي باغيين يشوهوا سمعه الاسلام ويضلوا المسلمين عن دينهم. حنا اي حاجه اللي بغينا نديروها خصنا نسولوا الدين اش قال فيها، اش قال فيها الله، اش قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، اش قالوا فيها العلماء، وعاد نديروها او لا ما نديروها. نعم. ومساله زياره المقابر في عاشوراء واش كذلك من المسائل المستحبه او لا؟ لا بالمسائل المكروهه اذا كان القصد زياره المقابر. زياره المقابر خصنا نعرفوا، احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى على زياره القبور ولكن عاود اجازها. علاش؟ واش نترحموا على هذا؟ ويكون ميت في الصين ولا في امريكا ولا في القطب الجنوبي ولا الشمالي ولا ما عرفت فين كاع ولا تحت الارض وتدعو له بالرحمه، ربي يوصل لي هذيك الدعاء. اذا اشنو الفائده من اننا نمشيو عند القبر ونبداو نتهافتوا ونزدحموا، خصوصا في هذه الايام اللي احنا في 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 صراع شديد، دولتنا كلها مليك حكومه الشعب كل شيء مكونات مجندين وباش يحاربوا هذا الداء الفتاك اللي هو كورونا، وشنو كيوقع في هذاك الازدحام تما، والطلبه يقراوا وهادو يتخافوا على الشريحه والماء ولا هذه بلا هادشي ما خصناش نديروا هذيك الاعمال. لاش تنديروها؟ النبي صلى الله عليه وسلم اش ورانا الغايه من زياره القبور؟ انت سولتيني على زياره القبور. نعم. ورانا الغايه من اشنو؟ قال عليه الصلاه والسلام كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، الا فزوروها. علاش؟ لانها تذكركم الاخره. من خاصك تمشي للقبر بغرض تتذكر انك واحد النهار غادي توضع في القبر بحالو. خاصك هذاك راه مات، قدم ما قدم. انت خاصك تاخذ العبره باللي راه، خصوصا اذا كانت زوجتك ولا زوجك ولا باك ولا اخوك ولا ولدك ولا قريبك ولا صديقك، كان معايا مسكين، كان ديما نشوفه مات، ايوا فلان تا هو راه غادي يموت. وارتباط زياره بعاشوراء اليوم العاشر؟ تيقول لك مناسبة دينية، دابا راه كيديروها في العواشر ديال دابا. جو عندنا جوج أيام أو جوج ديال الأيام اللي كدار فيهم هاد القضية، العواشر هادي ديال عاشوراء والعواشر ديال رمضان نهار 27. نعم. تيقول لك هاد اليومين فيهم ترحم مزيان، وخصوصا إلا جات بالجمعة وأهلي، يعني هذا لا ما أنزل الله به من سلطان. إلا بغيت تصدق صدق، وانت بلا زحام بلا بداع بلا هادشي يدخلوا في اطار البداع اللي احدثت. نعم. نعم. ودابا بغينا منك واحد نصيحة فضيلة الشيخ على الناس اللي كيلتاجئوا خاصة في هاد الايام للشعوذة. يعني شنو تقول لهاد الناس؟ شنو النصيحة اللي تعطيهم كيفاش انهم يتراجعوا على هاد المسائل اللي هي كتأديهم من حيث الدين وكتأدي حتى الغير؟ وحاجه قبل السؤال، يعني احنا كنعرفوا ان كل مقدر باذن الله تعالى، اذا هاد الشعوذه اللي كتمارس الى اي حد تؤذي الانسان اللي دارت ليه؟ لا هو الاذى كاين، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سحروه لبيد بن معصم، سحرون بصاص، حتى جاء في بعض الروايات كان يخيل عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أهله وهو لم يفعل شيء. نعم. سحر عليه الصلاة والسلام، لكن أعطانا المبطلات. خصنا نكون واثقين في الله أن هذه الآيات اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هي مبطلات، منها
وهي اللي بغينا نقولهم الناس باش ربما اللي يحس براسو انا ربما شي عمل كدارلو يديرهم باش يتجنب الاذى. اللي يحس براسو كدارهم هو يرقي نفسه بنفسه. شنو؟ وبالمناسبه استطرادا هات قضيه الرقيه كثروا الروقات وهذا يرقي ويديروا جلسه وما جلسه وحصه وما حصه وجيو وسيروا الزحامات. الرقيه راه اي واحد يمكن يرقي نفسه يقرا يدير ملي يجي لفراشو فوق السرير ديالو يبغي ينعس يدير يدي بحال هكا وينفد فيهم ويقرا الفاتحه وايه الكرسي وسوره الاخلاص والمعوذتين ثلاثه المرات ويمسح بها جسمه وينعس على وضوء وموقن موقن ان الله تعالى يشفيه والله سيشفيه الله تبارك. يعني الناس هاد الايام لحسوا براسهم شي حاجه يديروا هاد يدير هاد الشيء ويخالف لا كاين حيت كاين اللي يبغي يحارب السحر بالسحر. مش عاد الطيب يقول لي شوف لي اخويا رفد لي الخط مالي اش وقع لي راه ما عرفتش هو يعني نجا من 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 حفره وطاح في قلته. لا داوي السحر بالسنه واعرف ان هذاك سحر فقط راه يزول. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى. هاد الناس اللي نقولوا لهم نقول لهم راه شوف راه المقر ديال الساحره هو النار ولا يفلح الساحر حيث اتى يعني ما عمرو يطفروا لا في الدنيا ولا في الاخره. هذاك اللي كياخذ الفلوس راه كياكل النار في بطنه كياكل الحرام وهذاك اللي كيعطيهم راه يحاسب عليهم يوم القيامه منين جاو هاد الفلوس وفين نفقهم. وراه التوبه بابها مفتوح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده والحديث صحيح الإمام مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله فاتح باب التوبة فالرجوع الرجوع إلى الله عز وجل. يا أيها السحرة ويا أيتها الساحرات نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم وأن يخفف عنا وعنكم كل بطش وأن يرفع عنا هذا الوباء وأن يحفظ بلادنا ومليكنا وأن يجنب بلادنا كل المآسي وأن يحفظ المسلمين والبشرية جمعاء من مصيبة هذا الداء الفتاك وأن يغفر لوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ مصطفى الغربي على كل هذا التوضيحات وكل هذه المعلومات اللي جبتي بها علينا وأكيد متأكدة أن الحلقة مشاهدينا كانت من لكم عواشر مبروكة دمتم في أمان الله إلى اللقاء.